نفسي. هو اللي بهدلك البهدله دي هبه؟ هو واخوه. انا ما بعملش حاجه والله، زي ما انت قلت كده، بصحى من النوم اروح الشغل، اجي من الشغل اشوف علاجهم، اشوف حتى وانا في الشغل يعني ساعات يعني ما بروحش ايام الشغل علشان اروح اجيب لهم علاجهم، اشوف لهم دكاترتهم. انا كده بقالي 6 سنين واكتر، ومن قبل ما اسيبه هو كان بيبقى نايم على السرير وانا شايلهم هما الاثنين على ايدي وبلف بيهم، لان هما الاثنين مولودين بغده درقيه وكهرباء بسرعه، ونتج عنهم لما كبروا شويه فرط حركه شديد اللي هو اتش دي، وطبعا لا كانوا بيتكلموا ولا كانوا بيمشوا ولا اي حاجه. الدكاتره ابتدت تعالج النطق عندهم، لسه بيتهتوا شويه بس الحمد لله مع العلاج ابتدى يجيب نتيجه. طبعا كل ده ما دفعش فيه جنيه، لو انا متجوزاه ولو انا مش متجوزاه، انا قال اللي كانوا بيصرفوا عليا وانا متجوز. ولما التاني جه في نفس الامراض وراثه قلنا الحمد لله، انا رحت عملت التحاليل واشاعات وقلت الحمد لله انا ما عنديش، بقول له روح اعمل، مع اني انا ناس من قلب اهله قايلين لي ان هم عنده كذا كذا كذا، قلت له مش مشكله الحمد لله دي نعمه من عند ربنا ومش هنرميهم، هربيهم وهعالجهم وهعالجهم. ان هنا لهنا ابتدت والدتي توحي ما يجيش معايا المستشفيات، ما يجيش معايا للدكاتره اللي كنت باجي من عندهم والفجر بيقول الله اكبر شايله الاثنين على ايدي لوحدي. المهم قد بعض وراحت اكبر من واحد. انا لا، هو الفرق بينهم شهور الحمل، واحد في اولى ابتدائي وواحد في تانية ابتدائي. انت يوم اكتشفت مراتهم ايه؟ مصطفى لما اتولد ما كانش بينطق خالص ولا بيتحرك ولا بيعمل حمام، والصفرة فضلت عنده لغاية ما تم 3 شهور ولا الطاير ولا اي حاجة، ولفيت بقى المستشفيات كلها حدش كان عارف عنده ايه بصراحة، وعملنا تحاليل كتير وما كانش لدرجة بينزل منه دم اصلا، انه كان نازل حاجة صغيرة خالص كده، كان عايز حضانة. وطبعا اللي كان مع والدتي والده كله صرفوه عليا على الولادة، وهو ما بيشتغل. هو كان بيشتغل كهرباء في محلات الجلاء، بس اللي هو اللي يشتغل اسبوع يقعد الاسبوع اللي جابه معلش في اللفظ يجيب حشيش، يجيب سكينة، يجيب سطور، يتشكل بهم مع اصحابه ويروح حينهم. وعلى كده في الاخر خالتي كتر الف خيرها دلتني على دكتور كويس قوي في الغده، رحت له. انا ما كنتش اعرف بقى، قالت لي ده دكتور كويس، ما كنتش اعرف ان عنده غده ولا عنده ايه ولا الكلام ده كله. رحنا قال لي انزلي اعملي لي التحاليل ده دلوقتي حالا، مش عارفه ايه اللي هم التلات تحاليل بتوع الغده. اكتشفنا ان هو عنده نقص في فريزة الغدة الدرقية، ما بتفرش اصلا عنده، ودي سبب ان هو ما يعملش حمام، والصفرة تفضل عنده لغاية 3 شهور وما يتحركش، كان بيرفعه كده لغاية السقف ينزل ما فيش ردة فعل كأنه ميت. طيب انت قلتي لي ما كانش بيساعدك خالص، وانت اكتشفتي ده وحمدت ربنا وقلت هربيه. لا وهعالجه كل حاجه. جيت لما جبت عبد الرحمن الدكتور بقى اللي انا متابعه معاه بقى، كان بعتني لدكتوره اعصاب ونفسيه علشان مصطفى مرضاش يروح يعالجه أعصابه نفسية فسابه لما الحالة زادت. من هنا لهنا لما كنت في مرة من المرات غضبانة وقاعدة هنا، لقينا الولا نزل على الأرض وزرق وتشنج، مكناش نعرف بقى إن دي تشنجات وإن دي بسبب الكهرباء الزيادة والكلام ده كله. فخدت ورحت على الدكتور اللي أنا متابعة معاه للغد، قعد يشتم أنا طبعا ويهزق فيا، والله صوته كان جايب آخر العيادة. ليه؟ لأنه فاكر إن أنا اللي مهملة في الطفل، لان هو قال لي كذا مره لازم تروحي لدكتوره اعصاب، لازم تروحي لدكتوره اعصاب. طلقتي ليه؟ بسبب مصطفى. مصطفى ماشي على دواء كهرباء ودواء غده درقيه من اول ما اتولد هو واخوه. امي وكانوا بياخدوا لبن صناعي، امي وابويا عملوا اللي يقدروا عليه، وانا عملت اللي اقدر عليه، خارجه من بيتهم مديونه في 26,500 بسبب العلاج.